اليوم يا اعزائي وعزيزاتي المشاهدين بلحمه وجسد نعم ابو الفله. الو هلا يما. دقيقة والله امي دقت علي. دقيقة هلا يما. هلا والله. هذا ايش فيه هذا؟ هذا منو خلى قائدنا هذا؟ امه للحين قاعد تسيطر عليه. لا تجيب طاري المحاكاه معفن والله علشان امي اذبحك واخرينك يا معفن عشتك وعشت ابوك. السلام عليكم. 2020 شهر 4 تاريخ 27 اللي ما يتذكر كانت بداية فيروس كورونا. شكرا حبيبي لا تذكر. في نفس تاريخ اليوم ونفس الشهر الكريم هذا شهر رمضان تقبل الله طاعتكم يا جماعة نزلت أكثر أسئلة الناس تبحثها عني بالإنترنت. نعم ولأني كنت شخص في ذاك الوقت عنده 3.7 مليون مشترك والآن يا جماعة بكل تواضع 28 مليون مشترك والحمد لله. بكل تواضع. فقبل هذا الوقت هذا جوجل قدامي عمي تاج راسي بجوجل. اي والله تدرون ليش جوجل عمي تاج راسي؟ اذا بدون جوجل كم ما تعرفت عليكم يا اعزائي المشاهدين. اي نعم انتوا اللي غيرتوا حياتي حبايب قلبي والله انا اوكي شكلها البوسه كانت قويه. دقيقه الو لا تنزل اللايك يبي يوصل نص مليون لايك. بسم الله نكتب ابو فله خلينا نشوف ابو فله. لا لا انا مو كاتب عربي طلعت. لا يا جماعه لا لا انا صدق لا اعلنها رسميا انا مشهور عالمي. عزيزي المشاهد خليني اعلمك كيف تعرف نفسك مشهور دام اني مشهور. لما تكتب جوجل خرابيط بالانجليزي ويطلع لك ابو فله ولا يوتيوبر ومكتوب صورته بعد ابو فله. يا الهي 24 سنه دقيقه شلون اعرف اني انا 24 سنه؟ يا الله المشاهد يا اخي المشاهد دائما مفضوحين في كل مكان. يا الله لا حول ولا قوه الا كويتي صومالي. ها على كيف ابوك اي اشاعات تصدق. لا لك راس تقول اي شيء بالله. كل شرف اني اكون كويتي وصومالي. متابعيني من الكويت متابعيني من الصومال. ما نقدر. بس خليني اكون صريح انا اعلنت رسميا اصلا انا من وين. انا من مكان واحد واسم واحد وكل شرف انا ابن الارض يا عزيزي وعزيزتي المشاهده. نعم ابن الارض مثل ما انت ابن الارض. لا تفرقنا حدود ولا دول. نحن امه واحده اخوه واخوات. يصير اقول اخوات ما ادري. اخوه واخوات واحدون. نعم الاخلاق هي الوحيده اللي تفرقنا وكما قال ربنا سبحانه وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله كالعادة قنوات اليوتيوب. أوكي حسابي بتيك توك بعد حلو حاطين حسابي بتيك توك. أوه بتويتر بعد يا جماعة بكل مكان أطلع لكم بكل مكان. ساوند كلاود. لا أنا موجود ساوند كلاود ولا عندي موسيقى. أنا لو سمحتوا أنا ما دخلت في عالم الموسيقى. قريبا راح أدخل إن شاء الله بإنشودات خيرية دينية بس أغاني لا استغفر الله. عندي غلاب ساوند كلاود والله يا ذي مو قناتي. اوه لا 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 انا عرفت الحين انا ليش موجود. لا لا يا اعزائي المشاهدين من يتذكر الموسيقى هذه؟ من يتذكر الموسيقى هذه؟ فقط المتابعين القدامى اسمع. اوكي خلاص استغفر الله احنا برمضان نسينا رغم اني صايم يا جماعه استغفر الله. لا اله الا الله. ابو فله ويكيبيديا فاندوم. ها اوه اوف حتى يا جماعه عالمي يا جماعه عالمي والله اجانب نزيل امريكانو امريكانو نزيل الحمد لله يا رب ان شاء الله الصيت طيب باذن الله دائما وابدا. شو كاتبين الامريكان؟ ترى حاليا قاعد اتعلم اخصص انجليزي خليني اترجم لك يا جماعه. حسن سليمان بيتر نون اون لاين از ابو فله يعني مسمى بالاسطوره ابو فله. كاتبين اسطوره ترى ما از كوميدي ببجي اند فورتنايت معروف باسطوره الاساطير ومحترف ببجي وفورتنايت. طبعا هذا من زمان الان الكوميدي المعروف وايضا الوسيم جدا والكوميدي ويخطط للوصول ل 50 مليون مشترك فاشتركوا بالقناه. فوربز عارف هاي مجله اغنياء يا جماعه. يا لا اله الا الله الايج 23 روح خلوني 24 مره 23 مره. طيب هم ما اختاروا الا هالصوره هذه ليش كلهم قاعد يختارون الصوره هذه؟ ماني فاهم اقسم بالله. يعني انا منكم وفيكم يعني انشروني بصوره يعني شوفوا الانستغرام مليان صور حلوه. خذوا صورتي اللي بالكعبه شوف يا محلاي ما شاء الله مز. شوف الصور الثانيه شوف هالصوره ما عندي ولا صوره ادمي كذا وجه كذا بدون رياكشن غبي. اوكي انا فهمت الحين. طب الان خلينا نشوف الناس شنو قاعد تبحث عني. شلون تعرف تكتب ابو فله؟ ابو فله وتشوف الجوجل ايش راح يحط اول شيء لان اول كلمه يحطها هي اكثر شيء بحث. ابو فله بث ها يمكن عشان المشروع الخير. ابو فله رعب اوكي هذا اوكي هذا لاني قاعد انزل العاب رعب كثيره. ابو فله فيفا اوكي كنت محترف فيفا سابقا الان مستواي اعطي نفسي 9.5 يعني. ابو فله ميمز ابو فله جديد
أبفله تحديات أبفله ضحك. الله يعطيك العافية. الحمد لله يعني يا جماعة قاعد نشوف مشترك شيء جميل بكل الأشياء اللي موجودة. مشترك إنه شيء ترفيه. أبفله الحمد لله إلا ما في ولا شيء سيء. هذا شيء نحمد الله ونشكره. الحمد لله عصيت الطيب. الحمد لله. خلنا نشوف هل أبفله. هل أبفله شنو؟ هل ابو فلة اعتزل؟ اوكي هذا عشان سحباتي الاخيره الكثيره. ما اشوفه بقول لكم شيء، يعني لا تفكرون بالسحبات ارجوكم، خلاص اتركوا السحبات مو شيء مهم ترى. لا تفكر بالماضي ولا تفكر بالمستقبل، فكر بالحاضر الان. انت عزيز وعز مشاهده التلفون بايدك، بدي تتابعني بالكمبيوتر، بدي تتابعني بشنو، بس المهم الان احنا مع بعض. استمتع بهذا المقطع، خلينا نستمتع مع بعض. مستمتع انكم قاعد تشوفوني، بس لا تفكر لقدام، لا تفكر ورا، ما تدري الماضي ما راح تقدر تسترجعه. خلاص اللي يفكر بالماضي راح يكون مكتئب، واللي يفكر بالمستقبل راح يكون. فكر بالحاضر، فانت عايش الان، فكر بلحظاتك الان. الله اكبر وربي اني حكيم. هل ابو فله راح يعتزل؟ لا. هل ابو فله متزوج؟ اوكي، لاني قاعد اسحب كثير توقع الناس اللي بتزوج. خلينا نشوف شو كاتبين. هل ابو فله متزوج؟ ويل ولك صفحه كامله على ابو فله متزوج. هل ابو فله متزوج يعتبر من اهم الشخصيات في الوطن؟ يا الله يا اخي بالله عليك ولا تحرجوني، يا وجهي يقلب بنفسي. يعتبر ابو فله من الشخصيات التي تحظى باهتمام عام كبير في العالم، حقق نجاحات وانجازات عربيه. يا خلاص هل ابو فله متزوج؟ خلص لي. ابو فله هو تبع عظمه وضعه. 1 hour later. نعم تزوج ابو فلاح مطلع عام 2023، ولا يعرف زوجته. اولا صفحه كامله، جوابك كان موجود باخر السطر باربع بدي خمس كلمات. كل الكلام اللي قريته قبل شوي راح من وقتي 10 دقائق، ما استفدت ولا شيء. اثنين، شلون عرفت اني انا متزوج؟ دقيقه انا بس بتاكد في كاميرات هنا موجوده. زواج ابو فله من ام فله، واخيرا حقيقه زواج ابو فله. نشره كلية مع خالد. اوكي السلام عليك يا حبيب الله محمد. بالستوريات الاخيره اللي شاركها ابو فله حسن سليمان على حساب الانستغرام، وكان عم بيرد على سؤال احد المتابعين انه متى بتتزوج، وكانت اجابه ابو فله بانه هو جاهز معنويا وماديا وكل شيء، ولكنه منتظر بنت الحلال فقط. خلونا نشوف هاي الستوري بنرجع نعطيك راينا بالموضوع. اخيرا سؤال حلو، اخيرا متى يا اخي السؤال. اوكي نعرف الفيديو، قلت فيه زواج رايي بالموضوع ابو فله، وان شاء الله يا رب بدعي لك من ربي يا رب، رفعت الحلابات لا تردوا الخيبات يا رب، ان شاء الله ابو فله يلاقي ام فله فتاة احلامه، لانه عن جد انسان ما بيستاهل الا الله يسعدك يا اخي. حبيت المقطع يا رب. عدوه ابو دقيقه بس، اولا انا حبيت المقطع، بسم الله لايك كمل. فلا تنتقل الى جميع وسائل التواصل الاجتماعي ولكل المؤثرين العرب. حبيبي والله بس هذا هو المقطع. الله يسعد اشتراك، ابشر وين الاشتراك، ابشر خذ. هل ابو فله شيعي؟ ها هل ابو فله شيعي؟ شنو فائدة الجواب هذا؟ ماني فاهم. هل ابو فله شيعي ام سني؟ شو الفائدة؟ ما في اي فائدة بالموضوع. لو اني شيعي ما استفدت شيء، لو اني سني ما استفدت شيء. ارجوكم يا جماعة عليكم بالطائفية والله راح تقتلنا. عزيزي المشاهد صدقوني ولا مرة راح اجي لو اني شيعي او لو اني سني او لو اني سلفي او درزي مرزي، هذا الشيء ما يفرقنا عن بعض، ما يفرقنا على ان احنا اخو. عن نفسي انا لو ان اللي قدامي شيعي او سني او سلفي او مدري شنو او مدري شنو ما يهمني، بس انه يطلع مو مشترك بقناتي هذا الشيء يهمني، فاشترك بالقناة. يلا يا جماعة نبي نعطي الصح هنا يا نبي نعطي الصح هنا يا جماعة يلا. المهم خلونا نكمل المقطع. معرفة اذا كان ابو فله شيعية او سنية، فهو مواطن كويتي من اب وام كويتيين مسلم الدين وهو سني. شلون عرفت اني سني؟ شلون عرفت اني كويتي؟ شلون عرفت ان ابوي وامي مواطنين كويتيين؟ شلون عرفت ان اسمي دقيقة شلون عرفت؟ لا اسمي انا قايل اسمي. هل ابو فله سوداني؟ احلى تحية لاهل السودان. يمكن ويمكن لا، ويمكن اي ويمكن لا. هل ابو فله يدخن؟ لا. هنا انا اقدر اعطيكم جواب صريح. هذا السؤال الوحيد اللي اقدر اعطيكم جواب صريح. ابو فله يدخن؟ شوف صراحة بكذب عليكم لو قلت اني ما جربت مرتي. لا يا ابدا يا جماعة الدخان مو زين. لا اوكي لا جد الحين بدون والله. شوف يا جماعه في ناس كثيرين حولي يدخلون، بس انا ما قدرت والله ادخن، ما تقبلت الدخان يعني ما ريحتك بتصير خرا. فجوابا على السؤال هذا اللي هو الوحيد اللي اقدر اجاوب فيه، لا. هل ابو فله مخطوف؟
شت الموضوع قاعد يصير خطير. بس شكلها بتعرف حقيقتي. انا مو ابو فل، انا ابو فل الحقيقي. اسكت خلاص، دادو يرجوكم ما تعرفوش انت. خلاص اسكت 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 يا معفن. اقطع شكل ايش كثير يسولف. خلينا نجرب الان من ابو فله. اتوقع من يبغى يعرفني. يا الله شنو هالسؤال الخير؟ من اين ابو فله؟ من اي بلد؟ من اين هو؟ من وين؟ من اي دوله؟ من سيربح المليون؟ من ابو فله؟ ابو فله ارباح ابو فله من يوتيوب؟ ابو فله من وين؟ يا الهي ايش كثر الناس اللي تبي تعرف انا من وين؟ اللي يدفع اكثر مبلغ والله العظيم انا من وين. والمبلغ اللي يدفع لي اياه لا اسوي فيه جيف اواي، بس بشرط بيوقع عقد انه ما ينشر المعلومه. حبيبي والله. اوكي الان لماذا؟ لماذا ابو فله ما عنده؟ السؤال المعفن هذا من المقطع الاخير اللي قبل 3 سنين الى الان موجود. اكيد راح يكون موجود. هو في فرق شيء من قبل 3 سنين الان الى الان؟ في فرق شيء بالوجه؟ اكيد الناس راح تزعل. الله يسامحكم والله العلي العظيم، دائما تجرحوني. الله يسامح. السؤال اللي بعده والله يقطع السؤال، لماذا ابو فله مشهور؟ لاني مشهور، لاني افضل منك، لاني اقوم الصباح اقوم بدال اضيع وقتي اقوم واصور واشتغل واتبع حلمي، لاني مو مثلك قاعد بس ما اسوي شيء، لاني تعبت على نفسي، كل يوم اقوم واتعب وافكر واصور وامتج لاني احب اتعب على نفسي. عندي هدفين في الحياه، اولا عباده الله سبحانه وتعالى، اثنين الاعمار في هذا الارض واتباع هدفي باذن الله، والفائده لهذا المجتمع اني اكون فائده لهذا المجتمع. شوني عصبت؟ ما ادري ليش عصبت، ما يمكن لان السؤال هذا جاء قبل يتكلم عن الشلل، ما ادري بس عصبتوني. روح اشرب ماي. يعني ليش ابو فله ما عنده شلل؟ ومتى الشلل صار عرض؟ 4 سنين تقريبا والى الان نفس الكلام قاعد ينقال لي. اي والله انت كل مره قاعد تشوف وتسمع ومتحمل وتشوف كيف قاعد اصبر، ليش ما تجي؟ ليش ما تساعدني؟ والله تعبت يا 4 سنين نفس الحاله، ليش ما تجي تساعد؟ والله اشتقت لك ارجوك. خلاص الى متى؟ ساعدني ارجوك. خلاص الى متى راح تجي؟ تعبت والله. اختم المقطع خلاص، انا ما بكمل المقطع، والله نفسيتي انضربت، والله ما اقدر اكمل المقطع، بس باذن الله المقطع الجاي لهالسلسله هذه يمكن بعد 3 سنين انا ما ادرس باذن الله راح يكون مقطع وهذا موجود. لما يكون هذا موجود مو علشان اني صرت رجال، انا رجال من الان يا معلم، بس لاني ابيه، يعني ابي يكون عندي، بس راح يجي ان شاء الله. طيب اخر شيء نبحث عنه اللي هو كيف ابو فله، كيف ابو فله ما عنده، كيف ابو فله غبي؟ انتوا ليش تبون تضيموني قبل اطلع برا المقطع؟ ترى اخصم بلد، كيف ابو فله مشهور؟ كيف ابو فله صار مشهور؟ كيف ارسم ابو فله؟ كيف ترسم ابو فله؟ الله يعطيكم العافيه، كل واحد قاعد يرسمني شكرا لكم، كيف اتواصل مع ابو فله؟ ما يحتاج تتواصل معي انا في قلبك يا عزيزي المشاهد. المهم يا جماعه بنهي المقطع، لا تنسوا زر اللايك، او تدرون شلون مو انا اللي راح انهي المقطع، تفضل انهي المقطع يا ابو فله بعد 3 سنين. السلام عليكم. معكم ابو فله بسنة 2027، كيف الحال؟ قالوا لا تنسوا زر اللايك قبل نوصل نص مليون لايك. ساعدوني اشتركوا بالقناة، ساعدوني. والله دقيقة لازم نعيد.